صار موقف داخل التصوير نفسه اللي قاعد تو قاعد اقول لكم عنه. نبي هذا الموقف. الله يسلمك. احنا الحين في واحد من المشاهد، احنا قاعدين في اسطنبول مكان وايد حلو في بحيره شفناه عجيب. فانا مو براضي حصه واحده من زعلاتها الثلاث، كان اخذها عادهم عادهم قلبك ثلاث قعدت لي كذي حصه، كان اخذها وقلنا بنروح مركب بالبحيره. هذا هذا السيناريو حلوين. دشيت حاطين لنا مركب وفي جدف تجدف حمد، ما كنا مركب واحد اي، حتى الكاميرا يعني موجوده على اليال وانتم تدشوا بالمركب. حمد تعرف قلت لهم اي بعد ما يبي لها شيء، وطق لك الصدر وداش. نزلنا بالبحيره اي عسى ما قركت بنيتنا بنيتكم حصه قامت تشهد عندي عيال. قلت انا عزوبي ما فرقه معي، حمد ردني مو قادره. ليش صار؟ ها شوف المشهد هذا، عقب ما نغبنا عقب ما نغبنا. اوكي شنو اللي صار؟ صار ان الله يسلمكم طلع بالي الموضوع سهل تجدف، طلع كلش مو سهل. حصه الوي مختبر. خشب المقطع، شوف المقطع، خشب المقطع. ما شاء الله علينا كلب دوره تجديف لازم انا وحصه قررنا. يا صار عندنا دوبلير هنا قاعد يساعدنا. اي والله كاميرامان مشكله قاعد صرخ دش ماي، ماكو ماي دش ماي ما رجعوا اه خلاص. الله يسلمك. اي والله تستاهل ام حنين تستاهل. شنيات شعور هنا تحت تشهد ربع دعامه قالته والله يا عيال عندي عيال. قلت لها ما يخالف حصه يعني حتى انا يعني لا تحاتي لان شنو الكنترول مال التجديف مو سهل مو عارفين له. فانا طقيت الصدر قلت لهم بس انا بروح. عبالك عادي الموضوع؟ عبالي عادي الموضوع كلش مو عادي. لا تكتيك مره واحد يمين واحد يسار وحصه. قلت لها ما تجيسين شيء، انا بوديك بنص البحيره. اخذ اللقطات واحنا قاعدين شلون بنرد؟ ما اشوفهم من برا ياشروا لنا ودا يمين ونفر نفر نفر في مكاننا. عاد بحيره ما هو بحيره ما نعرف. عاد تعال شوفي الحصه من الخبصه هي. شوفي خرقنا ماكو وعليا ويها مخترعه قاعد حاتها عيالها صدق ما حاتتني حزتها. المفروض انا اسال وين جاي الصح.